استمع الرئيس محمود عباس هذه الليلة باهتمام بالغ لخطاب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، حيث أكد سيادته التزامه الكامل بالسلام العادل كخيار استراتيجي، وقال أنه في حال وافقت الحكومة الإسرائيلية على وقف النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية وعلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة بشكل متبادل وأمين، فإن القيادة الفلسطينية على استعداد لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي ضمن سقف زمني محدد وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الأخير 2334 لعام 2016، وأنه على قناعة تامة بإمكانية التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم على أساس مبادرة السلام العربية لعام 2002 والمرجعيات المحددة، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل تام، وبما يؤدي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، وبما يضمن حل قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.